بعض مستجدات طارئة بعد صدور الحكمين، حكم ابتدائي والقرار السنافي. في مقدمتها قيل لم تعتبر المحكمة الخبرة الدولية، لا نعمسي، اعتبرتها المحكمة واعتبرت أن نتائجها تؤول إلى نفس النتائج التي ذهبت إلى الفقه الوطني، وكذلك كان صحيح هذا الكلام، هذا لأن هذا التقرير الدولي حلل الخبرة التي أنزل الفقه الوطنية وانتهى إلى نفس الخلاصات التي انتهت إلى الفقه الوطنية، واقترح هذا الخبير اقترح إجراء خبرة قضائية لحسم الأمر، اقترح خبرة قضائية. المحكمة قالت لا داعي لإجراء خبرة قضائية، هذا عقاء، ولنا في ذلك قول أمام محكمة النقد بشأن هذا الأمر، لأن الأمر يكتسي صبغة فنية، يكتسي صبغة تقنية، والنص دائرة المسار الجنائية يقضي عندما تعرض على القضاء مسألة فنية أو تقنية فإنه يتعين بالضرورة الاحتكام إلى أهل الفن والدراية. شكون هما أهل الفن والدراية؟ هما الخبراء الأخصائيين في مجال الجريمة الإلكترونية. هذا لم يحصل قضائيا لم يحصل. الشيء الثاني وهو تسريب ديال بعض الأحكام. أنا عملت فيه تحري وكان لازم نبلغ الرأي العام أنني عملت تحري ولا زلت أنتظر نتيجة هذا التحري. الشيء الأخير كاين واحد السيدة معنية بهذا الملف، واحد السيدة فن هنا معنية بهذا الملف، صدرت عنها بعض التصريحات التي ثبت لي أنها ليست هي الحقيقة، فكان لابد لي أن أوضح الصورة بحجج بسندات انطلاقا من محضر الضابطة القضائية، انطلاقا من طلب التنصيب كطرف مدني، انطلاقا من مذكرة المطالب المدنية التي أدلى بها دفاعها والتي تؤكد أنها ومنذ انطلاق هذا الملف كانت متجهة إلى دنيا وابتسام. والحساب هذا المشؤوم تمت تبرئة دنيا منه، وكذلك كل المشتكين الذين زعموا أن هاتين السيدتين لهما صلة بالحساب قد ثبت الآن قضائيا أنهما بريئتين منه، وفي ذلك تبعات قانونية أخرى سننتقل إلى مستقبلاً.